أهلا ومرحبا في هذا الفيديو، سنتعرف على أطول سلسلة مباريات متتالية دون تحقيق انتصار في البطولة المغربية. الرتبة العاشرة شباب المحمدية، 10 مباريات موسم 2004. الرتبة التاسعة سريع وزم، 11 مباراة موسم 2022. الرتبة الثامنة أولمبيك في 11 مباراة دون انتصار موسم 2008. الرتبة السابعة النادي المكنسي، 11 مباراة موسم 2008. شباب قصب التادلة، الرتبة السادسة 12 مباراة موسم 2011. أولمبيك خريبكة، 13 مباراة دون انتصار مع الموسم الحالي. في الرتبة الرابعة اتحاد طنجة، أيضا 13 دون انتصار، ما زالت مستمرة الموسم الحالي. في الرتبة الثالثة الفتح الرباطي، 13 مباراة موسم 2008. في الرتبة الثانية رجاء بني ملال، 18 مباراة موسم 2002 وموسم 2020 أيضا. شكرا لكم على المشاهدة، إلى اللقاء.